بعدين بحطها على الكتف بس مش على كتفي انا لانه كثير طويل. نهفه هي مشروع لعائلتي بلشنا فيه بال 2014 بسوريا بلشنا من وراء نشاط بالجامعه كان عن كيف نعمل مشاريع متناهيه الصغر. انا واختي بلشنا المشروع ماريا بلشنا نشتغل على حالنا نطور المشروع نضيف افكار جديده. اشتغلنا بالخرز اشتغلنا بالكروشيه اشتغلنا بالتطريز اشتغلنا بالريزين اشتغلنا بالاكسسوار بكثير قصص اشتغلنا اشياء ديكور للبيت او اشياء اللبس او فاشن اكسسوارز مثل الشالات الطواقي بشتويه بلشنا بدنا نشتغل كروشيه. ماما بتشتغل بتحييك ستي عمتي فتعلمنا منهم والاضافه صرنا بعدين نحضر على يوتيوب نحضر نجيب مجلات كتب نقرا عن هذا الموضوع اكثر واكثر فهو كان سيلف ادوكيشن بالغالب يعني. هيدي بومكن يقطين بس صاير على موف لانه كل اللي يقطين بيجي اورنج او ابيض بهالوين. هلا بعدين لما اجيت لهون وصرت اكثر اتعرف على عالم اكتشفت انه في نسبة كبيرة من الشباب بحبوا هذا الشغل بس هي ليه عليها استجمع هذا الموضوع. فكان هي شغل للست لانه الزلمة ما كان عنده وقت اساسا بينما اليوم هذا صار بزنس يعني انا ماني مضطر روح اعمل اي شغل بحدد لي هويتي يعني او محدد حسب الهوية اللي هو الستيريوتايب يعني النمطي الشغل النمطي. فانا هذا الشغل حبيته ما بينقص من قيمتي ابدا ما بيعني انه انا اذا قعدت لفيت اجر على الرجل وقعدت عم بشتغل بالسناره يعني انه هذا شيء مسيء لإلي. بيقولوا لي كثير انه هي ستي بتشتغل هيك ايه وستي بتشتغل هيك وانا بشتغل هيك فما انا ما لنا شيء يعني. بالعكس لما بيقولوا لي ستي بتشتغل هيك بنبسط بقول لهم انا اشطر منها بس ما بيطلع انا معي فايه ما هلا يعني الشغل المحترم اللي بيحفظ كرامة الإنسان مو مهم شو هو. بدك تشتغل نجار بيشتغل واحد مقلع صخر بده يشتغل بالتطريز بالرسم مهم شيء يكون بحبه شاطر فيه وبحقق له العيش بكرامة يعني. هلا هيدي ساك عم بعمل كولكشن جديدة مجموعة جديدة فهيدا واحد منهم. هودي استخدمت تو تكنيكس الكروشيه كلها كروشيه وهدول الاكسس هن تطريز كروس ستيتش فطرزت على الكروشيه لحتى انا يعطيني هذا الشكل العتيق الفينتج الاوثنتيك. هيدي كمان كروشيه قطبه بسموها سنجل كروشيه او بالعربي بسموها حشو واستخدمت الخيط اسمه تي شيرت يارن اللي هو نفس قماشة التي شيرت بس بيجي مقصوص بعرض معين بياخد وقت اقل بس بياخد تعب اكثر لانه خيط سبيك وفي شد على المفاصل بتعب يعني.